مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. كما راكم تلاحظوا اليوم رايحه نشارك معكم واحد لا كوموند نتاع عرس تاع مخبز نواط كوكو. كما راكم تلاحظوا مش رايحه نديرها يعني في داري، لانه في الحقيقه مش انا اللي راح نخدمها، راح تخدمها الحلواجيه طريه ديلي اللي سبق وقدمتها لكم يعني كتر خيرها. انا شويه يعني اليامات هذه كما شاركتكم في الفيسبوك شويه مريضه، فكم هي اصلا البروغراميه باش ديرها في لاشين واصلا عندها لي كوموند، فاقترحت عليا انه هي تعاوني في هذا يعني في هذا لا كوموند، راح نتعبها معايا كتر خيرها. ف لاحظوا معايا الان الطريقه، راح نشوفوها درك مع بعضنا. كما سبق وقلت لكم خبز نواط كوكو تاعها يهبل يهبل يعني لا يعلى عليه. ديجا فرحت بزاف كي قالت لي يعني كي قالت لي رواحي نديروها يعني نديره لك انا ونديروه مع بعضنا. الان ما نطولش عليكم، نروحوا مباشره الى طريقه التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم راح ندير لكم نواط كوكو. نبداو نخدمو لنواط كوكو، نشريوه كيما راه. شوفوا البنات نشريوه كيما راه، بصح ما تخدموش كيما هكا باسكو عليه يجي خشين بزاف. نبدا على بركه الله، فوالا نديرو 3 كيلات. وديما نوصيوهم على نوعيه تنواط كوكو خاطر كاين هذاك اللي مش مليح، هذا بعدا اللي جبتي يا ساره شويه خشين بصح مش مشكل، بصح جاي رطب ومايل للصفوره. انا نعرفه مليح من الريحه تاعو، تجي شويه تايقه. لا ريحه تاعو مليحه، ريحه تاعو مليحه، نعرفه انا من الريحه تاعو. انا ما عنديش بروبليم ما نكذبش عليك، باسكو الخدمه تاعو كي تخدميه مليح لبغى تكون نوعيه شوي مش مليحه يساي ريحيهم بيا. لازم تريحيوه، لازم يترحى لازم. وشوفوا 3 كيلات بنات لازم يجيو بومبي هكا، هذا كيلو ونص. كي نفضلوا العمليه كامله والكاطو نقول لكم قداه تجينا الحبه، قداه كيلو ونص نواط كوكو خرجنا من من كعبه. شوفوا بنات انا نرحي كيما هكا، نرحيه الصح وبعد نخلطه بالسكر، او مش نخلط السكر ونواط كوكو وبعد يولي نرحي، لا نرحيه ونرجع لكم. اوكي شوفوا الرحيه تاعو كيف ما هي، يجي رطب خلاص، يجي رطب خلاص. لازم هذا يعاونكم باه تقدروا تلموه، باسكو كي يعود خشين او ما تقدروش تلموه وتخليوه. نقول لهم بلي كي رحيتيه نقص بالطبع، ثم زادت رحات باش عمرت الكيله هذه الثالثه. فوالا شوفوا، والسكر ديما تنقصوا لي، انا ما نحبش الحاجه المسكره ديما نقولها لكم. شوف الكيله ناقصه لبغازو الصوابع ولا صبع، هذه كان جهله الصبع باسكو حين غلفوه بالشوكولا يجينا حلو بزاف. هذا مكان درك هذه نرحيوها بسي. شوفوا السكر كي زدت رحيته، واش تخدموا درك؟ لا اون ديغي سكر غلاس. فوالا تقول سكر غلاس. عندنا الكيلة الأولى، كيلة دوزيام، هذا درت لكم كونتيتي صغيرة بركة، وما درتش كيلو ونص كامل. فوالا هكا نحطو السكر. راح نعطيكم استيس برك تخدموها تشوفوها. شوفوا انا نحط مغرف فارينة هنا، هذا يتعاونكم برك كما نقولوا باش بالك يتلم باه نلمو برك. هي يعني اللي يحب ما يخدم ما يحطهاش مش مشكل. شوفوا بنات دوك تخلطوا كيما هكا، كاين اللي خلطهم بعد يرحي وكاين اللي يخدم الخدمه هذه. ثم يخلط نواط كوكو والسكر و نواط كوكو خشين والسكر ومن بعد يولي يرحيهم. كيما نخدم الخدمه هذه كيما انا فوالا انا نخدم الخدمه هذه، وتحبوا تعاودوا وترحيوا مش مشكل، حيوا على رواحيكم. اش ديروا الطريقه تاعها من عندي مضمونه يجي يهبل والله. فوالا شوف تحبوا تزيدوا ترحيوا ما عنديش مشكل، انا ديروا راح تعاود ترحيه دوزيام فوا. لا نعدت لهم بركا ساره دقيقه كيفاه يجي ابخي ويجي كيف كيف. لا تفرق خدمة هذه واش هذه تعاون توجور. شوف يولي رطب برسكي بعدها، باسكو اصلا ترحاو مليح في المره الاولى. شوف هذا
انا نقول لكم حاجه، الرحى هو اللي يلعب دور على هذيك لانوات كوكو كاين فيه مشكل راشي كل يشكي منه او ما تلمليش او ما تلمليش لا حي خدموا كيما هكا بلاك هكا ولا هكا كيف كيف. انا درك نكمل هذه ونرجع لكم ان شاء الله. دينا هاي سيبا تركا هما 3 كيلات تاعي، شوفوا كيف مهرطب كيف انا خدموا بنات كيما هكا طيشي هنا ها كيما نقولوا حنا السيترون هذا كل واحد. انا نحط الجو الجو تاع السيترون سي نحط ديرو هكا باسكو النواط كوكو يحب السيترون بزاف كثروا يحب يكثر يزيد كثر من هكا هو المليح السيترون جون السيترون جون ولا شوفوا البنات الكيلات هادو يخدموا لك طول ندير الكمانه 3 جون دوف ثلاثه صفر بيض نبدا بهم ما قعدتش بين البيض في الكاميرا المهم ما يدوكش بريه لكم هاو البيض وهاو البلا انا نخدم غير بالصفار ندير ديما دو جون مع وحده فوالا درت ربعه كامله شوفوا البنات حطيت ربعه ونحط وحده كامله درت خمسه في لا كونتيتي هذه ودوك تشوف اسكو تزيد ولا لا اسكو تزيد ولا لا انا عيني ميزاني كيما نقولوا حنا هو او يحب العلامه بيض او مازال في يدي مازال هاو مازال شوف مازال ما تلمش بيان سور اي او يهز بزاف البيض لا دام ها يهز البيض بزاف هو بصح هو قريب ها مش حاجه زيدي ديري لي صار علاه تكثروا سيترون بنات بيروح لكم باسكو هو غير بيض بالك ما زيدتش عيني ما تكونش في يدي البنات اللي حابه تشوف الحلويات نتاعها الاخرى عندها حلويات بزاف تهبل تروح لاشين نتاعها طريا ديليس ها هي كتبوا برك في اليوتيوب في خانه البحث طريا ديليس الحلواجيه راح تلقاو لاشين نتاعها راح تبارطاجي معاكم وني قلت لها تبارطاجي معاكم الطلبيه تاعها كامل لي كومونت ها بارطاجي خير للاستفاده والله ما درك انا كيما لي كوموند بزاف يقول لك هاي تخدم الهادي انا سي با كيستيون درك انا خدامه ما عنديش وقت صارت شوف في عندي الوقت دي فوا يجيك واحد محتاج واحد يتيم هذيك يحشمك والله انت باتي كيما قولوا لي لا كانوا تي تخدمي هذه هي واش حبيت نهضر لها باللي كيما انا بار اكزومبل كتشوفوني نخدم لي كوموند تقولوا ساري رجعت ويبداو يجيو عندي وكل شيء حتى كيف ما نقول لكم اون ديري حشموه يحشموني فوالا هذه هي بصح والله ماني نخدم انا باغ اكزومبل نخدم نحب نخدم انا نخدم لا كونتيتي انا بكري كنت كيما قال لك غير بال 200 وال 400 مع الحجر الصحي ولينا حتى 30 50 80 مي مش الناس الكل انا عندي ظروف عندي مامي مريضه يا خي ديما نقول لكم كاين عباد يقول لك هي تخدم لفلان وفلان لا بالمعرفه شويه لا هذه والله ما هي ماشي قضيه معرفه والله والله والو الظروف يا ظروف هي واحد يجيني حكمت لي والله نخدم له لا بغى في ليله الغدوه يدير الكاطو وواحد صادق المهم شنو نقول لكم ها هي نرجعوا للوصفه احنا حكينا صار ولينا نشتغلوا خلاص نسينا الوصفه شوفوا بنات شوف كي تلموها ها لازم ما دير لك ما تتشققش شتيو الخدمه سي بون خليوها ترتاح هذه 30 دقيقه 30 دقيقه 20 مينوت ونرجع لكم البنات لا كما نقولوا حنا الخدمه باش نكملوها نطبعوها روحوا البنات دركا للشوكولا دركا ما رايحاش نعطي لكم كامله ندير لكم مخصوص برك هذا بوغ لو كلاصاج تاع نوات كوكو
انواد كوكو يحب الشيكولا البيضة، نخدمه كيما هك. واللي يحب الكلاصاج رويال ولا هذيك حاجته. وانا وجبت لك، انت جبتي لي الشيكولا، حنا نخدم لك بالشيكولا. هي الشيكولا خير اصلا، انا نحب الكاكاو بالشيكولا. بصح راح تخدميها بيض يا خيا، ما نديروش لي كولور. ها بيض هيا خير وخير. شوفوا بنات كيف نقصها، جوست هذه باك تعرفوا. ونكمل وحدي، الصبر دقيقه نحط هي لكم كيف ديروا كيما هك، لازم هك تعاونوها باه الدوبل كمليه ليا. لازم تقطعوها صغيره. خلاص خلاص، وحطينا الماء في كسرونه قاعد يسخن. فوالا، وقول لهم ما لازمش يقيس السطح. ها لازم هذاك الماء اللي في الكسرونه ما لازمش يقيس السطح، ما لازمش يقيس هذه القاعده هذه نتاع الاناء هذه، باسكو من بعد راح يحرقها وما تجيش سائله، يعني من بعد تجي الشوكولا ونجي غير ثقيله بزاف وتعذبكم في الكلاص. نكملوا البنات ونولي نرجع لكم. هاي البنات اللي خدمناها الاولى، وزدنا خدمنا نفس لا كونتيتي ونفس الخدمه خدمناها على مرتين. بربي ان شاء الله هذه حنا نخدموها باه نخدموا صارت تحتاج 80 بياس. هاي نورمال 80 حبه. بربي ان شاء الله، بربي بربي ان شاء الله. من بعد على الاخر نعطيكم يعني الخدمه تاعنا واش خدمنا كامل. ابقوا معنا للاخر فيديو والمقادير وكل شيء. بواب المقادير بكل شيء ندير لكم ساره بالطبع. انا من بعد شحال تخدمتي شحال تخدمتي درك. مادام عندنا هذا الطابيه تاعينا المكان اللي هنحط تحتها، نخدم لكم بلا كونتيتي طول وتخليوها عاليه. جيبي لي قراصه صار البيض. نديروهم باسكو يزيد في الواحد في الكي طيب. ها فوالا نقصي فيه وكي تكلاصه وصي يعطيك الصحه. فوالا يعني نديرو وبعد ما يجيوك لك عب مليح ها نستعينو بهذه ديما. انا نقول لهم تاع العريس ساشي تاع العريس. ها معايا ساشي تاع العريس هذه. فوالا بيجي منا بومبي بصح تخدموها على وحده. هاي تخدميها شابة. فوالا كيما هكا كيف تخدموها بنات شوفوا. باسكو حاولوا مولي نخدم بيها نخدموا العلو تاعو بعد رخفوها شويه. هي جات واطيه. اي دوك مال الكلاصاج تجي سوا سوا. لا كي تجي واطيه ديروها برك هكا برك. نعتبكم احنا وتقول قاعدين نخدموا معاكم اون ديريكت او قاعدين نديروا فيديو ما مونتاج ما والو. ها نحطوه طول مره واحده. المره الجايه بربي ان شاء الله تشوفوا واش نخدموا لكم انا وساره. شوفوا الكعبه كيف الله يبارك. حبت شويه هكا فوالا. شتيو كيفاه البنات؟ ويتزيد من بعد يتزيد كي طيب وكي تتقلاصه. فوالا تحطوهم هنا توجو على البابي هذا بابي كويسون. واللي ما عندوش مش مشكل يدير الفرن وحطيناه يسخن. فوالا دوك نكملوها ونرجعوا لكم. شوفوا البنات ها هم هادو هما الاولين ما يشتيه. اها حطت شويه صوريا. شوفوا العلي تاعها كيف ما جاي كيما الامول مليح. علوها كما ما طالع بزاف خلاص باسكو يزيد يطلع. ها سي بون اللي ندخلوها طيب ونكملوا الكميه اللي بقات. كما راكم تلاحظوها هو بعد ما خرجناها من الفوق شوفوا لا ديفيرونس بين هذا اللي طيبناه وبين هذا اللي مازال ما طابش. كما راكم تلاحظوا راهو زاد في الحجم، الفوليوم تاعو دوبلا زاد طلع واللون تاعو اصبح فاتح اكثر. ومن تحت شوفوا كيفاش يجي في الدوغي. وهذه هي نكملوا نطيبوهم كامل نرجعوا باش نكلاصيوهم. كما شفتوا بعد ما طابوا الحلوى كامل خليناها ساعة بردت مليح مليح. وهنايا الشوكولا زادت لها راهي بعد يعني ما ذوبتها باش تجي طريه زادت لها مغرف ونص نتاع زيت يعني زيت فونغو. كميه الشوكولا اللي استعملناها هنايا هي كيلو كيلو كامل تاع شوكولا بيضه. ودوك راح تبدا يعني تكلاصي. التزيين راح نديروه بسيط وفي نفس الوقت انيق. راح نزينو بهذا
الكريات الصغيره الملونه. هنا راهي رايحه تبدا تكلاصي، وكل واحد كيف راه يكلاصي، كاين اللي يكلاصي كيما هكا وكاين اللي يحط هذا يحط فوالا. انا نخدم كيما هكا خير، تجيني سهله. وهذه لازم تخليوها تبرد البنات، ما ديروهاش سخونه، شوكولا تخلوها تبرد. وحتى الحلوى نحبها كي تجي ثقيله باه دير لك ما يبانوش، كيما نقول لك اش ما دي ديفو ولا حاجه في الكاطو ما يبانش. نظن فهمتوا مليح طريقه الكلاصاج، وبهذه الطريقه نكملوا نكلاصيوهم كامل. البنات التزيين حبينا نديرو كيما قلت لكم هذوك الكريات الصغيره الملونه هكا برك على جنب بهذا الشكل، مولفين نديرو التزيين تاعو على شكل خطوط. هذه المره حبينا شويه برك نبدلو ويكون تزيين سامبل بهذه الطريقه، ومن بعد نخلوه ينشف مليح. ومن بعد في لافينيسيون نحيو الاطراف تاع الشوكولا الزايده هذيك اللي من تحت ونديرو في الليكيزات. وهذه هي، هذا هو الفيديو، نتلاقاو مع النتيجه ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الفيديو اخواتي، كما راكم تلاحظوا كملناهم، جاي هبل، جا في منتهى الروعه، سواء من حيث الشكل تاعو كما شفتوا حاجه سامبل. احنا كيما هكا يعني انا ولا الطريقه دي لستيما في الكاطو، ما نشتيوش نديرو حاجه معقده في التزيين، ما نحبوش نديرو لي تخيك هذوك اللي يطيشوا صافي خساره الدراهم، يزيدوا برك يولي الكاطو اكثر تكلفه المولاه. فنديرو حاجه بسيطه وفي نفس الوقت انيقه كما شفتوا، جاي هبل ما عنده ما خصو، روعه. من هذه يعني الصور اللي غادي نشوفوا فيها نقول لها شكرا جزيلا، لانه فريمون راحت عليا يعني حاجه. مثلت لي كوموند خلفتها لي صالي، راح نشاركها معكم تاني في الايام المقبله ان شاء الله. واللي حايبه يعني تتواصل معها راح تلقى صفحتها في فيسبوك ثريا ديليس، كتبوا بك كذلك في فيسبوك ثريا ديليس راح تلقاو صفحتها، راح تلقاو العديد من الحلويات اللي تخدمها. وما نطولش عليكم بزاف، احنا راح ناخذ معاكم حبه، شوفوا كيفاش يجي في الطياب تاعو، لازم يجيكم تشوفوه باللي مشقق وراح تحسوه باللي يجي بزاف خفيف. وشوفوا كيفاش لازم يكون من تحت مش حمر بزاف، في نفس الوقت ما يكونش فاتح اللون تاعو باسكو معناها ماشي طايب. هنا نقسم معاكم كما شفتوا، بمجرد حطيت السكين يعني تقسم ليه ليه، جاي هبل يهبل بنين معسل، ريحة السيترون فيه ما عندي ما نقول لكم، تتشم عن بعد ما شاء الله. على بالي بزاف اللي تسقسيو على شحال نحسبوها، هذا هذا السعر تاعو يتحسب 80 دينار جزائري، 8000 للحبة كما شفتو، حبة كبيرة وحاجة اللي تستاهل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش تزوروا قناة ثريا ديليس لمزيد من الحلويات الرائعة. وهذا هو الفيديو نتاع اليوم، نخليكم مع كلمه من عند ثريا، اي ميته يهنانا يا عيات عييتها نغمه. باش راح نقول لكم انا ديما عندي الدعاء ندعيه لاي وحده، ربي يعطيكم يغنيكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.